الساكت عن الحق شيطان أخرس، ونحن لم نكن يوماً من الساكتين عن الحق، وبالأخص بعد الردود التي وصلتنا لدى عرضنا للحلقة السابقة من للنشر. أي شخص بيمتلك معلومات أو بيمتلك أي أدلة، إن كانت بالفيديو أو إن كانت بالصور أو أي شيء بيقدر يحطها بتصرفنا أو معلومات، أي معلومات. نحن أكدنا أننا سنتابع موضوع التحرش الجنسي لأهميته ولأنه آفة لا يتقبلها المجتمع اللبناني، وإن فضل أحياناً التكتم عنها. مدارس وجامعات يتعرض معظم تلاميذها للتحرش من قبل حاملي شعلة العلم والمعرفة الذين يطلقون العنان لغرائزهم الحيوانية على حساب رسالتهم التربوية. ولا ما بعرف شيء، بس كتير كتير مقرفة هالشغلة، عن جد حرام، عدم أخلاقية. يعني تحرش جنسي عند الأطفال، سمعت أستاذ عم تحرش بتلميذ وتلاميذ مع بعض، كارثة. يعني قليل ما بتحصل، جدا نادرا، بس انه كل شيء بيحصل هالايام. شو المقصد من السؤال؟ توعيه التلميذ الصغير. انا من بالمدرسه لا اعرف، في كذا حدا ظاهر منا يعني حباله. فبعد ان كان الاستاذ والمدرسه عائله التلميذ الثانيه، هل يعلم الاباء اليوم الى اين يرسلون اولادهم؟